الطريق. بسم الله، السلام عليكم. طبعا تم القبض على هذه الكمية من الحشيش مخدر من عبية من مدينة سبها متجه إلى مدينة زليطن. قبض عليه عند الساعة 1:30 ظهرا مساء الأمس في تاريخ 27/9/2016 بين جهاز مكافحة تهريب المخدرات وتعاون مع سرية حماية ترهونة ومع الجهات المختصة. تم القبض على هذه الكمية وقرب 5 قناطر، وتحول هذه الكمية للسرية الخاصة بالمكافحة. وتم بعد ما تم التحقيق وجدت هذه الكمية الحشيش المخدر في شاحنة فراشة راس أوروبي، ويوجد فيها مقطورة من الخلف، معباة تحت الصاصية السيارة من تحت. وعندما التحقيق اعترف بالشيء هذا وتحول إلى جهات المختصة. وهذه الكمية قدامكم تشوفها كلها نوع حشيش مخدر، وكمية رهيبة، ورب يهدي البلاد والعباد.